خلونا نبدأ أخبارنا هذا الصباح وجولتنا الإخبارية نستهلها بخبرنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى 44 لنصر أكتوبر. حققنا انتصارا على اليأس والإحباط وأثبتنا دولة وشعبا قدرتنا على مواجهة محاولات النيل منا. أكد الرئيس أيضا أن المعركة الحالية لا تقل شراسة عما واجهته مصر في السابق، والثقة في عبقرية الشعب بلا حدود وأمله في المستقبل كبير. تفاصيل هذا الخبر بتقول عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس. بدأ الرئيس الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما وجه تحية وتقدير واعتزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دمائهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم. صرح الرئيس السيسي أيضا في كلمة للأمة بمناسبة الذكرى 44 لنصر أكتوبر العظيم أن حرب أكتوبر فيها في الأساس هي حرب من أجل السلام والتنمية. أضاف أيضا أن نصر أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري ولكن انتصار على اليأس والإحباط. مشاهدينا في الفيديو القادم إن شاء الله نشوف نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي ارحب بكم وفي بدايه اجتماعي بقاده المجلس الاعلى للقوات المسلحه اود ان انتهز هذه الفرصه الطيبه الحقيقه كي اتوجه بكلمه الى جموع الشعب المصري، هذا الشعب المصري العظيم، وده بمناسبه ذكرى احتفالات اكتوبر المجيده. ابداها بتوجيه التهنئه للامه المصريه العريقه بحلول ذكرى النصر والعبور، وتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دمائهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم. إن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصارا على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حربا وسلاما وتنمية. فلم تكن أبدا الحرب هي غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى. لقد كانت حرب أكتوبر في الأساس حربا من أجل السلام والتنمية بعد استرداد الحق المسلوب. وعلى مدار أكثر من 40 عام مضت أثبتت مصر دولة وشعبا قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة أي متغيرات طارئة تسعى للنيل منه لتقويض أهداف التنمية والاستقرار. استطاعت الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تتجاوز كل العقبات والمعوقات التي هددت دولتنا حضاريا وإنسانيا. لقد حافظت مصر دوما على مبادئ العدل والسلام، الساعي دوما لتحقيق التنمية والازدهار. شعب مصر العظيم، التحية لكم اليوم واجبة على ما تبذلونه من جهد وما تقدمونه من تضحيات في معركتنا ضد الإرهاب الأسود الغاشم، وكذلك من أجل إعادة بناء بلدنا العزيز الغالي سويا. إن المعركة التي نخوضها اليوم جميعا لا تقل في شراستها وضراوتها عن ما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم، وهذه المعركة تلزمنا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد حول الوطن، نحمي مقدراته ونصون مقدساته، ونبني للأبناء والأحفاد المستقبل كما بنى لنا الآباء والأجداد الحاضر. فهذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غايل ونفيس. شعب مصر العظيم، إننا عازمون سويا على أن نستلهم من روح أكتوبر وعبقريته ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات، سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية. وثقتي في عبقرية هذا الشعب العظيم بلا حدود،
ويقيني في قدراته مطلقة، وأملي في المستقبل كبير، وحلمي لمصرنا العزيزة لا يقل عن حلمكم بها، وطموحنا نحو الغد سنصنعه بأيدينا اليوم ودائما أبدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا ممكن نعتبر ان طبعا استنادا لكلمة السيد الرئيس ان حرب اللي احنا يعني بنخوضها دلوقتي ضد الارهاب على كافة المستويات هي ما تقل الشراسة فعلا عن حرب اكتوبر من 44 سنة. ممكن نعتبر كمان ان الحرب دي استكمالا او يعني ممكن يكون اعدائنا فعلا بينتقموا ولا زال ينتقموا من مصر او بيحاولوا ان هم ينالوا منها استكمالا لهذا المخطط ضد مصر. فاعتقد ان اللي بيحصل دلوقتي هو استكمال لنصر اكتوبر، وفعلا برضو زي ما قال سيادة الرئيس ان احنا يجب ان نستلهم روح النصر وايضا روح الكفاح. الموضوع مش هيقف عند كده، واحنا عارفين ان هو مش هيقف عند كده، بس تأتي ذكرى اكتوبر دائما لتلهمنا، مش مجرد احتفال ولكن لتلهمنا ان احنا لازم نفضل ماشيين على خطاهم، نفضل ماشيين على خطى ابطالنا اللي بنولنا وعملولنا هذا النصر منذ 44